سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جمهورية جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم. في هذه النشرة، جمهورية جيبوتي تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. الرئيس الصيني يصل إلى الفلبين، الحليف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم. احتفلت جمهورية جيبوتي كسائر الأقطار الإسلامية مساء أمس الاثنين بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا ونظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف مساء يوم أمس بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في مركز التنمية المجتمعية في كل من حي أرحبة والحي الخامس. وأتخللت هذه المناسبة قصائد المدايح النبوية ابتهاجا بولادة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومحاضرات دينية تشيد بصاحب الذكرى العطرة ودوره في نسج الخير وتعليم الفضيلة وفق منهج رباني رصين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله محمد رسول الله، محمد حبيب الله. شلون بقول كل تضاراتكِ بشي أفراد الله بيلا تكِ عامكِ عام في لورا. شو الأوقاف سيد؟ على السيدة شكري إضافة لكل من مدير مركز التنمية المجتمعية في حي أرحبة سيد حسن كاكو ومدير مركز التنمية المجتمعية في الحي الخامس، إضافة إلى العديد من الشخصيات الدينية. ولد الحبيب وخاده متوارث يا رب صل على وأوله من نوره وجناته يا رب صل على نبيه وعلى جميع الآل والأصحاب من يرى بصل على نبيه. سهل ما صدقنا هنقول لنا في كارثة سد كارثة سيد ملو باريس. بدوريا احتفلت مختلف أحياء بلدية بلبلة بذكرى المولد النبوي الشريف، ويتم إحياء هذه الذكرى العظيمة كما جرت كالعادة الاحتفالات في أنحاء البلاد. وتخللت قصائد المدايح النبوية ابتهاجا بولادة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاضرات دينية تشيد بصاحب الذكرى العطرة ودوره في نسج الخير وتعليم الفضيلة. السلام عليك صلوات الله عليك فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحزين مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا ليس أزكى منك أصلا مرحبا الدنيا جد الحسين مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا. هذا واحتشد أهالي بلدية بلبلة إلى مختلف الميادين المخصصة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. دشن وزير الزراعة السيد محمد أحمد عوالي اليوم أول محطة لمعالجة النفايات والمياه الراكدة التابعة للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي. هذا وتقوم هذه المصلحة بإنجاز هذا المشروع الرائد، وتتواجد في هذه المحطة في طريق جابود التي تقوم بمعالجة النفايات والمياه الراكدة في البلاد. وتقوم الشاحنات لتفريغ هذه المياه الراكدة من منازل الأحياء الشعبية التي لا تتواجد فيها شبكات للصرف الصحي. وتندرج هذه المناسبة على هامش أعمال المجلس الإقليمي للمياه المنعقد حاليا في فندق كامبسكي. هذا وقام الوفد المشارك في هذه الأعمال بزيارة لهذه المحطة وبرفقة الوزير في هذه الزيارة ومدير مصلحة المياه والصرف الصحي السيد محمد فؤاد،
عبدو إضافة إلى كوادر من المصلحة. وفي مداخلة لوزير الزراعة والثروة الحيوانية سيد محمد أحمد عوالي أوضح فيها أن هذه المحطة تعد الأول من نوعه لمعالجة النفايات والمياه الراكدة التابعة للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي، وتقوم أيضا هذه الوحدة بجمع وتدوير ومعالجة النفايات، حيث تقوم شاحنات تابعة لمصلحة نظافة جيبوتي بنقل هذه النفايات في الشوارع الرئيسية في العاصمة جيبوتي. هذا ولم تدخر الوزارة بأي جهد بتعاون مع مصلحة المياه والصرف الصحي في سبيل توفير رفاهية المواطنين ونظافة الأحياء الشعبية. استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس علي جدي في مكتبه بالمجمع الوزاري وفدا من المستثمرين الألمان من الجمعية الألمانية الإفريقية للشؤون الأعمال، وذلك بحضور سفيرة الألمانية الاتحادية في جيبوتي السيدة أنكي هلتسون. وتطرقت المحادثات بين ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية وممثلي المؤسسات الألمانية والجانب الجيبوتي حول فرص الاستثمارات بين البلدين. هذا ورحب الوزير بالوفد الألماني الإفريقي، وتناولت المحادثات أيضا حول الطرق والسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية الثنائية القائمة بين البلدين، إضافة للتعاون في مجال الطاقة. كما استقبل رئيس الغرفة التجارية الجيبوتية سيد يوسف موسى دولي ظهر أمس الاثنين وفدا من رجال الأعمال من ألمانيا التابعين للجمعية الاقتصادية الألمانية الإفريقية والتي تدعى بإفريقيا فيرن. ويتكون هذا الوفد من المؤسسات الدولية العاملة في مختلف قطاعات الأنشطة، وسيلتقي هذا الوفد الألماني بمؤسسات جيبوتية مكلفة بتنمية الأعمال والتبادل حول تنمية العلاقات التجارية وفرص الاستثمارات بين البلدين. هذا ورحب السيد يوسف موسى دولي رئيس الغرفة التجارية الجيبوتية بالوفد الألماني، متمنيا لو طيبة الإقامة، مشيرا في الوقت ذاته لأن زيارة الوفد الألماني تولي اهتماما بالغا لمصلحة البلدين في مجال الشؤون الأعمال والاستثمارات. في إطار مبادرة ورك دي توك، من المقرر أن تنظم وزارة الصحة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 24 من شهر نوفمبر الجاري مسيرة لمسافة 3 كيلومترات، وذلك لمكافحة عدم تنقل سكان المناطق الداخلية إلى العاصمة ومكافحة الأمراض المعدية. الهدف من هذا الحدث هو إطلاق حركة وطنية لترقية الصحة، وعلى وجه الخصوص النشاط البدني الذي يكون فوائد كبيرة لمصلحة المواطن ولمختلف الفئات العمرية. هذا وشارك وزير الصحة الدكتور جامع علمي أوكي برفقة ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد زيتون اليوم لإطلاق عملية نظافة وجمع القمامات المنزلية في موقع وصول المسيرة أي شاطئ تريتون، إضافة إلى منتسبي وزارة الصحة ومتطوعين توافدوا من جميع الأحياء للمشاركة في هذا الحدث. وجرت هذه المناسبة في جو سدوا المودة وروح المواطنة، وذلك لتوعية المواطنين حول الأضرار التي تسبب في تدهور شواطئنا. في إطار الأسبوع الوطني للطفل الجيبوتي تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة، قامت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن برفقة وفد هام يوم أمس بزيارة إلى الحضانة الجديدة الكاينة في الحي السادس. وشارك في هذه المناسبة إلى جانب الوزيرة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة وممثلة الاتحاد الوطني النسائي جيبوتي، إضافة للقيادات النسائية في الحي السادس، وممثلة فرع حزب التجمع الشعبي للتقدم الـ RPP في الحي السادس وأولياء أمور الأطفال. وتلعب هذه الحضانة دورا بارزا في العناية بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 و3 عام، خاصة في غياب الأمهات في العمل أو في الدراسة. وتحتضن هذه الحضانة نحو 20 طفل، وهذا وقام الوفد بقيادة الوزيرة بزيارة مختلف الصالات التابعة لهذه الحضانة. هذا ورحبت السيدة سعادة أحمد رئيسة فرع حزب التجمع الشعبي للتقدم في الحي السادس
رحبت بالوفد الزائر بقيادة الوزيرة مؤمنة حسن حمد مشيدة في الوقت ذاته بالأهمية التي تعكسها هذه الحضانة لهؤلاء الأطفال. وفي مداخلة أعربت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن عن شكرها وامتنانها للقيادات النسائية في الحي السادس، وتقوم دائرتها بالتعاون مع الاتحاد الوطني النسائي الجيبوتي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالاحتفال بالأسبوع الوطني للطفل الجيبوتي، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لصالح رفاهية الطفل الجيبوتي. كما أعربت عن شكرها لسيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني النسائي الجيبوتي السيدة خضرة محمود أحد بدعمها المتواصل لازدهار الطفل الجيبوتي. نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة مساء يوم أمس الاثنين مناسبة لإحياء اليوم العالمي للطفل الذي يصادف احتفاله في 20 نوفمبر الجاري. هذا وتزامنت هذه المناسبة في هذا العام بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يتم احتفاله في كافة أنحاء البلاد والذي يعد إجازة رسمية. وتم تنظيم هذه الاحتفالية إدارة مركز التنمية المجتمعية في الحي الخامس وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي السيد أدن كولاش. كما شاركت في هذه المناسبة المستشارة في مجال الإعلام السيدة مدينة صالح ومسؤولة قسم برامج الأطفال وأقرب معاونية، إضافة إلى مديرة قسم الشباب السيدة كلثوم عجيه ورئيسة قسم متابعة المراكز التنمية المجتمعية السيدة ديقة علي. وفي كلمة الافتتاحية أشارت مديرة قسم الشباب إلى أهمية اليوم العالمي للطفل مشيدة بالإجراءات الواسعة النطاق التي بذلت الحكومة بشكل عام وأمانة الدولة للشباب والرياضة بشكل خاص لازدهار هذه الطبقة الشبابية من السكان. وفي مداخلة لمستشارة الإعلام لأمانة الدولة للشباب والرياضة سيدة مدينة صالح في هذه المناسبة قالت: لماذا نحتفل اليوم باليوم العالمي للطفولة؟ لماذا هذا اليوم مهم للغاية؟ وهناك العديد من المناسبات الهامة الأخرى أمثال اليوم العالمي للشباب وغيرها. وتعد هذه المناسبة المكرسة لليوم العالمي للطفل مهمة لأنه يعبر الطفل بداية مواجهة الحياة، وعلينا ونحن علينا بصفتنا كمسؤولين وأولياء الأمور أن نعمل مع أطفالنا تعليم قيم المبادئ والمواطنة، وهم مستقبل الحياة وهم الذين سيحلون محلنا في المستقبل ولبناء هذا البلد الجميل. وإن هؤلاء الأطفال هم بحاجة إلينا اليوم ونعلمهم مسائل الحياة. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تدريبية حول خطاب الكراهية والتطرف الديني والإيديولوجي. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستديو الزميلة حسنة عبدو. أهلا بك حسنة. أهلا بك مجد. لديك المزيد حول هذا الموضوع حسنا؟ إذن شكرا مجد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما أنتم. نعم، كما أشار الزميل، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تدريبية حول دراسة خطاب الكراهية والتطرف الديني والأديولوجي، وذلك بحضور شخصيات دينية وشباب الذين سيقومون أيضا بتوعية بدورهم المواطنين. وترأس أعمال هذه الورشة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بناء عليها، حيث تعتبر أول فعالية تنظمها الشبكة على المستوى القطري وفق احتياجات المؤسسة المستضيفة، وستقوم الشبكة العربية بإطار تنفيذها لخطتها الاستراتيجية التي ستشمل الأعوام الخمسة القادمة بتخصيص جزء من فعالياتها لتنظمها على المستوى القطري، بما يسمح باستهداف شريحة أوسع ضمن كل مؤسسة ورفع القدرات بصورة أكبر.
نعم مجد، في هذه المناسبة ألقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أن بلادنا هي منصة السلام في منطقة مضطربة، موضحا أن جميع هذه الأنشطة تتواجد في ثقافتنا المشتركة للسلام والتسامح. وكان قال كان موضوع هذه الورشة التباحث حول أو دراسة خطاب الكراهية والتطرف بجميع أشكاله وأنواعه، وأكد أن هذا الموضوع يعد موضوع هام وضروري في ظل مناخ الكراهية السائدة في العالم. شكرا جزيلا للزميلة حسنة عبد الحي على هذه التفاصيل، شكرا لك. احتضنت أكاديمية تدريس فرع عبني للشطة في ناحية نجد يوم أمس الاثنين حفل إطلاق دورة تدريبية لصالح 36 ضابط من 5 دول في المنطقة، وتستمر هذه الدورة لمدة 30 يوما. وجرت هذه المناسبة بحضور السيدة دينا كازمير قائدة عناصر الشرطة للقوات الاحتياطية في شرق افريقيا والمدير العام للشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد الفرح، إضافة للعديد من الضباط. أدى وألقت السيدة دينا كازمير قائدة عناصر الشرطة للقوات الاحتياطية في شرق افريقيا كلمة أوضحت فيها أهداف هذه الدورة التأهيلية التي يقوم بتنشيطها 8 مؤهلين من بينهم خبيرين جيبوتيين لهذه الدورة المكرسة ل 36 ضابط من 5 دول في شرق افريقيا. بدوره أشاد المدير العام للشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد الفرح بهذه المناسبة بهذه الدورة التأهيلية لتعزيز قدرات هؤلاء الضباط المنحضرين من 5 دول في شرق افريقيا، ودعا المشاركين الى بذل المزيد من الجهود لاداء مهامهم من اجل استتباب الامن والاستقرار في بلادهم. سلم الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم الصباح اليوم مع معدات ومستلزمات رياضية لكرة القدم لفرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة للموسم الرياضي 2018 و2019، وذلك في المركز الفني. وأجرت هذه المناسبة بحضور رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم سيد سليمان حسن وبري وأمينة العامة واللجنة الإدارية للاتحاد، إضافة لمسؤولي الفرق المشاركة في بطولة كرة القدم بتسليم هذه المعدات الرياضية لمسؤولي الفرق. وفي مداخلة له أعرب المستفيدون عن بالغ شكرهم لرئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم لدعم وترقية كرة القدم في جيبوتي. والآن سيداتي وسادتي حان موعد الأخبار الدولية، حيث تنضم إلينا من جديد الزميلة حسنة عبدو. أهلا بك حسنة مرة أخرى. أهلا بك. أهلا بك. الحكومة اليمنية تعلن موافقتها المشاركة في مشاورات في السويد. نعم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. نعم، نبدأ هذه الجولة الدولية بالموضوع اليمني. نعم، أعلنت الحكومة اليمنية أمس الاثنين موافقتها على المشاركة في مشاورات ترعاها الأمم المتحدة في السويد، وذلك للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الناجمة عن التمرد الحوثي. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية إن الحكومة بلغت المبعوث الأممي لليمن مارتر أن توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبنية على المرجعيات الثلاثة المتفقة عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. إليك الكلمة. نعم، الرئيس الصيني يزور الفلبين الحليف التاريخي لواشنطن. نعم، هذه الزيارة تعد الزيارة الأولى منذ 13 عاما لرئيس صيني، وبدأ الرئيس الصيني زيارته إلى الفلبين اليوم الثلاثاء، هي الأولى له إلى هذه الدولة الحليفة تقليديا للولايات المتحدة. وبعد وصوله إلى الحكم في عام 2016 أعلن الرئيس رودريغو انفصاله عن الولايات المتحدة، معتبرا
من القبيلة المستعمرة الأمريكية حتى عام 1946 استفادت قليلا من هذا التحالف. ويستقبل الرئيس الصيني بحفاوة في مطار مانيلا خلال هذه الزيارة التي ستستمر يومين، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 13 عاما، ويسعى إلى تطوير العلاقات مع بكين، وتسعى هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث خروج قطار عن سكته في إسبانيا. نعم، الآن نتوجه إلى إسبانيا. وقالت الشرطة الإسبانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب ما لا يقل عن 5 آخرين بإصابات طفيفة اليوم الثلاثاء بعدما خرج قطار ركاب عن القضبان خلال مدينة برشلونة أو خارج مدينة برشلونة. وذكرت وكالة الحماية المدنية أن عربتين من عربات القطار الستة خرجتا عن القضبان في الساعة 6:15 صباحا من اليوم الثلاثاء بتوقيت المحلي قرب بلدة فاكاريسيس التي تبعد حوالي 45 كيلومترا شمال غربي برشلونة. وقال أنطونيو المتحدث باسم شركة السكة الحديدية الوطنية الإسبانية لوسائل الإعلام المحلية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية قد تكون سبب الانهيار الأرضي، وكان هناك حوالي 150 شخصا على متن القطار وفقا لوكالة الحماية المدنية الإسبانية. وأخيرا حسناء، هناك 4 قتلى بينهم شرطي بإطلاق نار في شيكاغو. نعم، نختتم هذه الجولة بالموضوع المتعلق ب عمليات اطلاق النار، حيث قتل 4 اشخاص بينهم شرطي وامرأتين بالاضافة الى المسلح في اطلاق نار وقع بالقرب من مستشفى بشيكاغو في حادث يرجح انه ناجم عن خلاف شخصي حسب ما اعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة. إليك الكلمة. شكرا جزيلا للزميلة حسنة عبدو على هذه التفاصيل حول الأخبار الدولية. عفو. شكرا لك. عفو. هكذا سيدتي وسادتي قدمنا لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في نشرة قادمة.